يعطيكم العافية. راح نبلش شرح الجزء الثاني من تشابتر 6 مساحة. الجزء بحكي عن لينير كلوجر ايرور. مثل ما تعلمنا بالجزء الأول حسبنا الانجلر كلوجر ايرور، لو عندي كانت الزوايا فيها خلل، هذا مثلا شكل 1 2 3 4 شكل خماسي، لازم تكون زوايا الشكل ده، يعني زوايا هاي 5 ناقص 2 180، 380 بيعطيني 540، فمجموع الشكل هذا الزوايا لازم تكون 540. لكن لسوء الحظ لما كانت 542 كان في ايرور، بدنا نصلح الزوايا. هسه قد تكون الزوايا صحيحه لكن اخطاء بالاطوال، يعني الطول هذا والطول هذا والطول هذا ما بحقق شرط انه يسكر، انه ما يسكر. كيف يعني؟ لما انا اعمل تحليل للترابيرس هذا انه هو ما سكر، هيكو بصير اوبن ترابيرس، بس انا مشتغله على اساس كلوزد، بالتالي عندي ايرور. هذا الايرور هو اللينير كلوجر ايرور. طبعا في لينير كلوجر ايرور، في اللاوبل كلوجر ايرور، ولازم اللينير كلوجر ايرور اقل من اللاوبل. مثل الانجلر بدل زوايا اطول، عندي انا يعني عده خطوات بدي اعملها عشان لينير كلوجر ايرور، يعني مش بسيط كثير زي الانجلر انه خلص جمعوا هاي، لا هذا فيه كثير. بقول لك انجلر كلوجر ايرور، اول خطوه بدي اعملها كل سايد بعمل له تحليل على اكس وواي. واي بسموه الاتيتيود والاكس بسميه ديبارتشر، تمام؟ بحللهم على الاكس والواي، كل ضلع بحلله على الاكس والواي. طبعا بحلل على الاكس والواي، يعني بضرب كوساين وساين، بضرب كوساين الازيمث، كوساين الزاويه يعني اللي بتعملها مع النورث، بضرب بساين بالديبارتشر، انه انا بشتغل على محور واي يعني زي هيك، اللي انا بضرب مثلا الزاويه هاي فكوساين الزاويه لاتريال وساينها بيعطيني ديبارشل، هكذا وهكذا. طبعاً هو حلل هيك فأخذ هيك، انساك منها هاي الشغلات، أنا هسه بالشرح بقول لك شو تعمل فيهم، بس الفكرة إنه بتحلل لساين وكوساين. بقول لك هسه مشان ما يكونش في عندي أي خطأ، مجموع ديبارشل لازم يساوي زيرو، مجموع اللاترال بيساوي زيرو. ليش؟ هذا شكل مغلق، يعني في عندي أشكال راح تيجي لهذا الاتجاه مثلا، أشكال راح تيجي لهذا الاتجاه، لما أجمع هاي تجمع هاي المفروض طوله مساوي صفر لأنه مسكر، هاي لما بتروح مع هاي، هاي بتروح مثلا مع هاي، هاي بتسكرهم، وهكذا يعني ما لكش بالفكرة. فالفكرة إنه التحليل يكون عندي مجموع الديبارشل، يعني مجموع اف اكس يعني الكاستاتيك قوة، مجموع الإشي اللي على الإكس بتساوي زيرو، يعني مجموع أطوال الإكس بتساوي زيرو، مجموع الواي بتساوي زيرو. إذا هذا الشرط تحقق عندي نو إيرور. بقول لك بشكل عام راح اقول لك عندي خطا راح يكون. بقول لك مشان تحسب الكلوجر ايرور، لينير كلوجر ايرور، بدك تطبق خطوات. بقول لك اول خطوه بدك تعمل انجلر كلوجر ايرور، يعني انت ما تعمل لينير كلوجر ايرور وتطبق خطوات اللينير كلوجر ايرور قبل ما تعمل كوركتد انجل، يعني قبل ما تطلع الانجلر كلوجر ايرور تطلع الكوركتد انجل. يعني انا مش منطق اروح احل هذا الترافيرس تكون اصلا الزوايا فيها خطا. اول خطوه بتعملها تعمل ايش؟ كوركت للانجل، correct for angle، اني اطلع الانجلر واشتغل السوالف اللي بالفيديو الاول. فالفيديو الاول مشان تحضر الفيديو هذا لازم تكون متمكن من الاول تحسب الخطا، بس الخطا وتعمل corrected وتجمع او تطرح الخطا. اقول لك لازم الازيمث انجل لاول سايد لاول طول تكون معلومه، يعني عندي هذا سايد، عندي هاي مثلا نرجع لهذا، عندي اي بي بي سي CD. كذا بقول لك اول سايد مثلا هو AB، لك اول زاويه ازيمث لازم تكون معطى، اعطاك اياها افرضها صفر، افرضها صفر. شو يعني؟ يعني بتفرض انه الـ AB، يعني الـ AB هو على المحور على النورث، يعني على النورث مش منطقة فهو بيعطيك اياها. شو بقول لك؟ اذا ما كانت معطى بتفرض الازيمث تساوي زيرو. اول خطوه بتعملها بتفرض السايد AB مثلا، بتفرض اول سايد زاويه الازيمث له، او يعني هو بيعطيك اياها او تفرضها زيرو. بقول لك بس انت وجدت اول ازيمث، طيب كيف بدي اوجد الازيمثات الثانيه؟ بقول لك طبق هذا القانون. انت عندك الترافيرسات A B C D E A، ركز E A اغلق سايد A B الازيمث له مفروضه تمام، B C A B B C C D D E E A الازيمث ل B C شو بدها تساوي؟ تساوي الأزيمث لـ AB
تزيد عليها الزاوية اللي بين اللي بينهم اللي هي ABC زاوية ABC زائد 180، هاي دائما 180 تمام تكون ثابت. فأنت توجد الأزيمث C أو الأزيمث CD، شو بتعمل؟ الأزيمث BC تزيد عليها الزاوية اللي بينهم وتزيد عليها 180، تزيد عليها 180، فأنت بتطبق هذا القانون وبتخلص. بدك تعمل بدك تعمل ملاحظة لما تطلع معك الزاوية مثلا هاي طلعت 1000 سي دي طلعت معك 400، قبل ما تنتقل وتعوضها هون ما بتعوضها 400 بتعوضها 400 ناقص 360، فأنت لازم الزوايا تكون من 0 ل 360. أول ملاحظة لما أجي أحسب الأزمة لكل زاوية بحسب الأزمة الزاوية اللي قبلها زائد اللي بين الأضلاع زائد 180 أزمة for previous side plus angle between two side plus 180، فطلعت معك أكبر من 180 من 360 مباشرة. لك if the traverse assigned counterclockwise the interior angle are used in previous equation، نفس الشيء يعني ما فيها مشكلة هذي إنه بشتغل الزوايا الداخلية وإحنا هذا الشيء بنعرفه. وإذا كان clockwise بتشتغل الزوايا الخارجية ما علناش فيه. أنت هون بقول لك it should be noted the traverse angle used to calculate the azimuth value، لاحظ إنه أنا الزوايا ABC إيش تعملهم هذول لازم يكونوا مصححات after correcting angular closure error. For each side of traverse y component اللي هي latitude x component رفضه لك الدلتا y بتساوي l cosine alpha دلتا x بتساوي l sine alpha. مباشرة لما اجي اعمل انا راح اعمل جدول تمام، راح اعمل جدول يكون معي تشوف الجدول ليش انا هاي الجدول عندي اول شيء النقاط، فعندي نقطة A B C D A، لاحظ انه لو فرضنا انه هو بس A B C D لاحظ انه اشوف النقطة وانتهى النقطة الاخيرة، بتحط السايدات A B B C C D D، هذا الجدول لازم تعمله. بعدين بتحط الزوايا الداخلية، قديش الزوايا اللي معطيك اياها بالسؤال، لاحظ انه الزاوية هاي نفسها. الازيمث هو الازيمث مفروض يعني ازيمث بتجمع هكذا الطول، هذا طول السايد كل سايد، بعدين بتطلع اللاتريال شو اللاتيتيود بتحكي ال كوساين الثلاثين الديبارشل ال ساين الثلاثين، بعدين هون ال كوساين 296 ال ساين 296 ال كوساين 220 بعطيك لاتريال ال ساين 220 بعطيك بارشل هكذا. انت البروب الكوساين والساين بالازيمث، الازيمث اللي انت طلعتها، الازيمث اللي انت طلعتها من هذا القانون، من هذا القانون. فأهم مهم اني اعرف شو الازيمث اللي عندي. بعدين بس طلعتهم بقول لك اللينير كلوجر ايرور خلاص بكل بساطه هو الجذر التربيعي لاتيتيود التربيع زائد ديبارشل تربيع. انت بتروح بتمسك كل الديبارشل تجمعهم بتربعهم، بتروح تمسك مجموع اللاتريال تجمعهم وتربعهم وتحط تحت الجذر بتطلع معك اللينير كلوجر ايرور. اللينير كلوجر ايرور طلعته ممكن تطلبه بالامتحان. اللاوبل اكتفي اللاوبل، اللاوبل بقول لك هو 3 ان، لان احنا بنعرفها شو هي عدد السايد، الدلتا ال اللي هي دقه الطول، يعني انا قست مثل الزوايا قست انا مثلا 100 متر ال بتساوي 1، فرضنا قسنا 100.0 ال بتساوي 0.1، 100.0 ال بتساوي 0.01 صفرين بعد الفاصل تمام. قياس زوايا هاي دلتا ال، الافرج اللي هي مجموع الاطوال، افرج الاطوال يعني مجموع الاطوال على ان، مجموع الاطوال على الان افرج افرج قانون افرج. دلتا ثيتا زوايا للانجل في باي 180 تربيع، هذا القانون انت بتطبقه بتطلع الانجل اللاوب اللينير كلوجر اف الافرج الجديد اللي هي مجموع الاطوال على عددهم الدلتا ال نفس مبدا الدلتا ثيتا، ثيتا حسب الزوايا اللي انا قستها. يقول لك اذا اللينير كلوجر ايرور اقل من الالاوبل يقول لك اكسبتد، هذا الشيء حكينا. هسه ايش صار عندي؟ انا طلعت الايرور، طيب كيف بدي اصحح؟ كيف كان عندك هون وكنت تطلع الايرور عمل كوركتد، بدك توجد الكوركشن. شو الكوركشن هون كان؟ الانجلر على الان هناك شو الكوركشن؟ كوركشن للالاوبل اللينير هو مجموع هسه بدي اصحح اللاتريال لحال والدي بارشل لحال، فتروح انت بتحكي له مجموع اللاتريال على مجموع الطول الكلي ضرب ال صحح طلع الدلتا لاتريال
اللي هي correction. طلع على الديبارشل بعدين اللاتريال بيساوي الطول اللي معك زائد ديبارشل زائد دلتا زائد الكوركشن اللي هي الكوركشن. بعدين بتشوف شو الكوركتد لينكث لكل سايد هو ال والكوركتد ازيمث لانه انت الزوايا برضه صارت خطا معك بعد ما انت غيرت الاضلاع اذا الزوايا راح تتغير تان انفرس للديبارشل على اللاتريال. طبعا كل وحده هون فيها تريك. هذه تريك بتيجي مع حل المثال ما راح تيجي هيك اجي اقول لك هسه هي تريك. يعني هون هسه تان انفرس للديبارشل على اللاترال طيب في سالب وموج لما يطلع معي سالب يطلع معي زاويه سالب 30 طيب سالب 30 شو معناها؟ بس هذا الاشي كلياته احنا بدنا نحكي كل التركات اللي زي هيك هاي الاشاره شو الدلتا لاترال شو هاي السالب كله هذا حسب مثال. هيك ملخص اللينير كلوجر ايرور نعيد لاول اشي كل ضلع منطلع الازمه اول خطوه منطلع الازمه لكل ضلع طلع الازمه لكل ضلع قانون الأزمة الأولى مفروضة زائد ABC زائد 180 هي الزاوية بين الضلعين. بعدين بطلع الدلتا Y ودلتا X الأزمة اللي طلعتها بضرب كوساين بطلع ال Y اللاتريال وكوساين بطلع ديبارشل. بعدين باخذ أجمعهم ضلع 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 أعمل بربع وتحت الدائر. بعدين بطلع اللاول بشوف إذا صح ولا لا. بعدين بطلع الكوركشن كوركشن هذا قانونه من كله تطبيق مباشر. فنيجي على المثال لكن example 2 example 2 شو بقول لك اذا الاي بي طوله كذا والبي سي طوله كذا والسي دي بيساوي كذا والدي اي بيساوي كذا. طبعا لاحظ شو example 2 كان example 2 هاي الزوايا السلام عليكم هذول الزوايا. لاحظ انه لما اجي احل ما راح احل هذول اذا تحلها هذول حلك غلط. لازم انت اول شيء تعمل correction للانجل لما تشتغل على الزوايا راح تشتغل على الزوايا هذول. لما اجي احل هسه على الترافيرس راح احل على الزوايا هاي. لكن اديشن الازيمث للسايد اي بي 30 فرض لك اياها ما فرضها بدك تعتبرها زيرو بدك تعتبرها زيرو تو اكسبت اوبزرفيشن تقبل هاي الاوبزرفيشن ولا لا عشان هيك تطلع اللينير وطلع الاللاوبل وافحصهم اقل من اللاوبل الامور تمام اكبر اعطوا برفض بس بقول لك لو فرضت انه انت قبلتهم the corrected length وال corrected azimuth. تمام اول خطوه نحكي الازيمث نطبق هاي القوانين راح نطبقها انت قبل ما تعمل جدول طبق هاي القوانين كلها انت يعني انت فاهم ايش بالمساحه تمسك هذا القانون قانون قانون وهكذا. اول خطوه هنشوف كيف حلينا صنفنا النقاط A C D A هيك اسم الترابيز بتحطه زي ما هو بعدين بتحط كل سايد سايد A B اعطاك طوله واعطاك زاويته BC CD BA الزوايا الداخلية الزوايا الداخلية النقطة A كان زاويتها 106.5 هي example 2 هي corrected angle عشان هيك هو هون لانه قال لك بيعتمد على example 2 فعليا هاي هذا الحل الخطوة الاولى من linear closure error الangular closure error والخطوة الاولى للlinear closure error لاحظ 106.5 نقطة A زاويتها 106.5 نقطة B 86.5 نقطة C 103 نقطة D 63 هاي حط شوف سايد بتحط أزمة نقطة بتحط الزاوية المقاسة corrected مقاسة corrected interior angle هاي حطيت عند النقطة A كذا نقطة B كذا هذول من example اللي قبل هو بقول نعطيك اياهم بالامتحان أزمة فرضنا أول وحدة طلع الأزمة للسايد الثاني شو بتعمل بتحكي له 30 زائد 86.5 زائد 180 30 زائد 86.5 زائد 180 هلا لما اجمعهم قديش بيطلعوا خلينا نجمعهم 30 زائد 86.5 زائد 180 بيطلعوا 296.5 يعني 296.5 تمام هسه للسي دي للسي دي بتاخذ الازيمث اللي قبلها زائد هاي زائد 180 يلا 296.5 زائد 103.5 زائد 180 ايش هذا تطلع نجمعهم 296.5 زائد 103.5 زائد 180 بيطلعوا 580 لاحظ الزاوية اكبر من 360 شفت يا عمال تطرح 360 مباشرة بتطلع الزاوية معي 220 فانت راح تحط 220 لاحظ حط 220 وهكذا 220 زائد 63.5 زائد 180 بيطلع معي زاوية تروح منها 62 تطلع مع 103.5 فأول خطوة شو حكينا نطلع الأزمة هاي أول خطوة هاي الخطوة رقم واحد
الخطوة رقم واحد، أو وبدنا نجي للصح خطوة رقم واحد فريكشن. خطوة اثنين أزمة، شو الخطوة اثنين اللي هي خطوة اثنين. خطوة ثلاثة طلع اللاتريال والديبارشل. يلا لينكث حطينا اللينكث هذا معطى، هذا مش كوركتد لأنه ما بعرف شو كوركتد، أنا بطلع كوركتد. اللاتريال راح أحكي 661 في كوساين 30، فايش بطلع معي 572. اضربها بساين 30 بيعطيك الديبارشل. فاللاتريال بكتب كوساين، يعني انت هسه لما تدرس، انت كانت تدرس على الدوسيه انه انت، خلينا نكتبها بخط اصغر مشان الكتب راح يكتب باي. اللاتريال، اللاتريال راح احكي ال كوساين الفا، ديبارشل ال ساين اول خطوه. بعوض زي ما هي بحكي كوساين 30 ساين 296، ساين 296 طلع معي سالب، هذه بخطوة سالب ما يفرق معك، تمام؟ حط الإشارات زي ما هي، لأنه ليش بدي أحط الإشارات زي ما هي؟ لأنه حكينا إحنا لازم مجموعهم يطلع معي زيرو، مجموع اللاتريال ومجموع الديبارشل لازم يطلع معي زيرو. لاحظ لما طلعت هي ضربت كل طول بالكوساين، طلعت اللاتريال، طلعت اللاتريالات جمعتهم، قديش طلع معي؟ طلع معي 6.09. لازم المفروض طلع معي زيرو، معناته في عندي خطأ. الديبارشل برضه جمعتهم طلع معي سالب 6.01. شو بعمل هسه؟ طلعت أنا، طلعت أنا الديبارشل، طلعت اللاتريال، تمام. هسه أنا لو بدي أحسب اللينير كلوجر ايرور راح أحكي هو مجموع 6.09 تربيع زائد 6.01 تربيع. أنا طلعت اللينير كلوجر لينير كلوجر ايرور، بعدين بفحص مع اللاوبل وبكمل، تمام. دلتا لاتريال، شو الدلتا لاتريال؟ من رواق قانون الدلتا لاتريال هي سالب مجموع اللاتريال على دلتا ال ضرب ال، تمام. هاي بدي احكي انا هسه مشان اطلع هاي القيمه، كيف اجت هاي القيمه؟ بقول لك في قانون بالسالب بالاصل، اضربها مجموع ال 6.09 على 2000 هي ال ال كامل، مجموع ال ال هاي مجموع لاتريال، هاي مجموع ال 2629.1 ضرب ضرب مين؟ في هنا القانون ما ننسيته، ضرب ال ال قديش ال ال هو بس 664.1. ايش انا لما بدي اطبق هذا القانون شو بعمل انا؟ بسط طلوع المجموع لاتريال مقام المجموع على الطول الكلي، والبسط اللي بضربه بضربه على الطول. هاي النسبة، نسبة ثابتة بخصوص البارشل، بخصوص اللاتريال ثابتة. هاي النسبة بضربها بهذا الرقم بعطيني هذا الرقم، بضربها بهذا الرقم بعطيني هذا الرقم، بضربها بهذا الرقم بعطيني هذا الرقم، بضربها بهذا الرقم بعطيني هذا الرقم. شو بعمل فيهم؟ بجمعهم. لما جمعتهم طلع معي سالب 6.08، سالب 6.08. لاحظ انه هاي سالب 6.08، هاي 6.09، مجموعهم تقريبا 0.01. خلص بتغاضى عن الغلط، هو فرق تقريب، فرق تقريب. انا بدي احل بايدي صح صح بيطلع معي زيرو. بحث دلتا ديبارشل، شو بحكي؟ مجموع دلتا ديبارشل، مجموع ديبارشل كم؟ سالب 6.01 مضروب بالسالب اللي بالقانون بتصير موجب الطول الكلي كم؟ اضربها مين؟ بكل طول ديبارشل، كل 661 ب 400 ب 851. طلع معي هذول القيم، طلعوا موجبات. ليش موجبات؟ المفروض هاي وهاي يعطيني صفار، وانه هاي هاي يعطوني صفر، هاي هاي اجمعهم مع بعض يعطيني صفر مشان الايرور، طلع معي زيرو. قلنا لازم يكون مجموعهم يساوي زيرو. شو بعمل هسه؟ هيك انا طلعت الدلتا، طلعت الدلتا هذا التغير بالطول. ايش بعمل هسه؟ كل الاتريال اجمع له هذا معي هيك، طبعا هذا سالب ومع الموجب بضل موجب، هاي زائد هاي بيعطيك هاي، اجمع يعني هاي شو بتساوي؟ لو بترقم الكولومات واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تسعة عشرة
تمام. هسه تحسب انا ايش عمود طبعا العمود 8 لك العمود 8 شو بيساوي؟ بيساوي العمود 7 زائد عمود 8 لاتريال او 6 زائد 4 تمام. عمود 9 يساوي 7 زائد 5 تمام. طلعت 9 زائد 7 شو معهم؟ بنترقع. شو بعمل بعدين؟ طلعتهم طلع معه تقريبا صفر يعني انا اموري تمام. بعدين هسه ال ال ايش هو؟ الكل يحكي لي شو ال البار هي التربيعي هاي تربيع زائد هاي تربيع زائد تربيع هاي تربيع زائد هاي تربيع تربيع هاي تربيع بعطيك هاي تربيع هاي تربيع بعطيك. شو بطلع علي؟ بطلع علي corrected أزمة corrected أزمة. كيف بدي اطلعها؟ ببساطة بقول لك tan الانفرس وقانون كان ديبارشل على لاتريال ولا لاتريال على ديبارشل؟ ديبارشل على لاتريال يعني زي ما تحكي اكس على واي اكس على واي عكس القوار بالستاتيك واي لانه الزاوية مع محور واي. ديبارشل على لاتريال اوكي 300 571 2.6 تطلع معي 30.18 هي امورها انحلت. تعال على هاي فيها سالب وموجب بقول لك نفس الشيء تان انفرس مين؟ شيل الاشاره شيل الاشاره شو بحط لك انا 473.31 217.46 تمام تطلع معي زاويه بس هاي الزاويه مثلا فرضا طلعت معك 40 او 50 بقول لك 60 يا سيدي طلعت معك 60 هي فعليا 60 بقول لك لا غلط دير بالك في عندي سالب عندي موجب عندي سالب عندي موجب. هسه انا عندي المحاور الاربعه عندي المحاور الاربعه قال لك هون الديبارشل سالب وهون اللاتريال موجب وهي الزاويه طلعت 296. هسه انا عندي نورث ساوث ايست قصدي ساوث ايست الزاويه 296.4 يعني هون يعني هون. طيب ديبارشل سالب لاتريال موجب معناته هاي الزاوية هي عبارة عن 360 ناقص الزاوية اللي أنا طلعتها معناته نقول محور واي من الأخر ناقص مثلا 60 اللي طلعت معه تمام تمام. هاي كل الفكرة هون سالب وسالب يعني سالب وسالب يعني إنه إنهم بالربع هذا يعني سالب وسالب بالربع هذا السالب وهذا بالربع السالب بالتالي الأزمة عندي هي الأزمة تكون 180 الزاوية اللي بطلعها من الآلة حاسبة فنلاحظ ما تعوض إشارة أخيرا لاتريال سالب والديبارشل موجب يعني لاتريال سالب والديبارشل موجب يعني هون بالربع الثاني هاي الزاوية تكون 90 زائد اللي طلعتها من هون فافهم فهم افهم فهم هذا الإشي افهمه الزوايا طلعت انا انفرس الزوايا الاضلاع موجبه بعدين بشوف انا عندي اللاتريال موجب الديبارشل موجب يعني هم بالربع الاول اللاتريال موجب والديبارشل سالب يعني لاتريال سالب يعني هون قصدي اللاتريال موجب يعني هون الديبارشل سالب يعني هون هي اي ربع الربع الرابع يعني ايش 360 ناقص هاي هكذا مجموع اللاترال 6.09 مجموع الديبارشل سالب 6.01 فهذا لينير كروجر ايرور 8.56 الان بتساوي 4 دلتا ثيتا 1 درجة مثال السابق هاي ال.01 مع مجموع الاطوال قسمهم على 4 طلع الافرج بقي القانون لاحظ الدلتا ال مش عوض دلتا ال 0.01 ليش؟ لانه لما قاس الطول قاسوا ثنتين بعد الفاصلة بقي القانون طلع معاه اللاوبل 137 اللينير عندي 8 يعني الايرور عندي كثير يعني الايرور عندي كثير قليل بس هيك انا طلعت اللينير طلعت الحل بالامتحان كيف ممكن تيجي الاسئله يطلب مني احسب اللينير كلوجر ايرور لينير كلوجر ايرور يعني زي بقول لك وصلني هون ووقف يعني طلع الازيمث طلع هذول واضرب كوساين وساين وعمل هذول تقريبا 5 دقائق حل ممكن يطلب مني اوجد الكوركتد ازيمث تحله كامل ممكن يطلب نقيمي هاي مجهولة بس كل شيء بخصها
لاحظ هون لما تاخذ تان انفرس انتبه شو اشارات اللاترال والديبارشر، خلينا نكتب لك اياهم برضه مشان ما ننسى. ال ودي بوزيتيف، هون ال نيجاتيف والدي بوزيتيف، هون ال يعني لاترال، هون ال بوزيتيف. شو يعني هذا الاشي؟ يعني انا عندي بوزيتيف بوزيتيف معناته الخط هون مكانه، عندي نيجاتيف بوزيتيف يعني وين؟ هون مكانه. الزاوية اللي بطلعها بدون آلة حاسبة بتكون هاي، لاحظ انا كل واحدة بلونها باللون قاعد، تمام. نيجاتيف نيجاتيف يعني الثلاث هون، هم هون الزاوية اللي انا بطلعها دائما من محور واي. هيك كاني بطلع البيرنج، هي لانك قاعد بتطلع البيرنج انا بدي الازيماث. ارجع لاول شابتر 6 زين، طلع معي نيجاتيف لاترال بوزيتيف ديبارشل يعني هون الزاوية هاي اللي بطلعها، هاي الزاوية البيرنج اللي من الآلة الحاسبة، هاي الزاوية الصغيرة هي البيرنج من الحاسبة. الأزيماث اللي بدي إياها بترجع لبداية الشابتر وبطبق القوانين، بطبق القوانين تمام. هيك الشابتر تقريبا انتهى، بس هذا السؤال ممكن يجي بيقول لي Perfected coordinate of traverse station. هسه انت بعد ما صححت وجدت الاطوال الصحيحه، هذا الطول الصحيح لكل ديبارشر واللاتريال، بقول لك وجد الاحداثيات للترافرس، لانه اصلا شو كان هدف الشابتر؟ وجد الاحداثيات. وجد الاحداثيات من مرجع معين، وجد الاحداثيات من مرجع معين، فانا بشوف الديبارشر واللاتريال لكل نقطه بالترافرس احسب عليها. تمام، نروح نشوف مثال عليه. انا بقول لك الاحداثيات الدلتا لاتريال بيساوي y انت ناقص y ستارت والديبارشال x انت ناقص x ستارت، فبالتالي انا القراءة النهائية بتساوي القراءة الابتدائية زائد اللاترال الصحيح. يعني result example you compute the corrected coordinate of the station of traverse. كوردينيت للبوينت A 2500 north 2000 east، يعني احداثياتها هاي نقطة الأصل، هاي نقطة الأصل O O تمام. لك النقطة A هي نقطة A اللي هي بداية الترافيرس كانت 2500 على النورث، هذا نورث هاي الإيست، كانت هيك المسافة 2500 المسافة 2000، فلاحظ قال لك ويست تحط له هون النقطة، قصدي هون ساوث تحطه هون أو هون حسب الأربعة، تمام تمام. فيلا أول إشي قال لك النقطة البدائية احداثياتها 2500 2500، طيب اي بي مع اللاترال هيك والديبارشال هيك، طب قديش احداثيات النقطة بي؟ احداثيات النقطة بي بكل بساطة هي 2500 زائد اللاترال هون. طيب احداثيات النقطة بي على الإكس تكون ال 2000 زيد عليها بارشل. نقطة سي بتروح قديش انا الدبا الواي للنقطة بي كذا، زيد عليها 217 بيعطيني هاي القيمة، 2300 هاي ناقص منها 400 بيعطيني هاي. شو يعني هاي؟ المحاور هذا الترافرس اللي عندي تمام. فهاي النقطة A احداثياتها هون، احداثيات النقطة B هي بعدها بشوي أعلى منها مثلا، يعني هون النقطة B مثلا ظبط الترافرس. نقطة C هي بالنسبة ل X قبل بشوي بس على Y أعلى، نقطة D أقل أقل، نقطة A رجعت نفس القيمة. هاي البوينت 1 هذا الايرور اللي طلع معي هناك لما عملت مجموعة ديبارشر، المفروض ترجع على 2500 تمام. فهذا الستيشن، هذا الكور اللي بوجد أنا احداثيات كل ترافرس، احداثيات كل ترافرس، اشوف الستارت ايش نقطة البداية بيعطيك اياها، بعدين بجمع بطلع الواي بجمع اللاترال لكل سايد اللاترال كوركتد وبس، بجمع بطبق هذا القانون. طبعا هذا حليناه وهذا حليناه وهذا حليناه،
القرار الرابع هنا ال بوينت هو الاول تريك بهذا السؤال ال بوينت 1 مشان اللابل لينير كلوجر ايرور لك الازيماث 40 درجه هنا قياس الزوايا درجه يعني دلتا ثيتا او 1 على 60 تمام هاي كل التركات فانت شو بتعمل عندك هذول لما بدك تعمل على الجدول هاي ال A هاي ال B هاي ال C هاي ال D وهاي ال A نحط له هون A B B C C D D بعدين نحط القيم كأنه صنفت الجدول مثلا بعدين ألفا ألفا شو الأزيماث عندي هم مشيكم تحت بعض شوي بس الجدول هذا يعني أنا أول خطوة بدي أطلع الكوركتد أنجل هون بحط الانتيريور أنجل بعدين بحط الأزيماث بالقانون الأولى زائد اللي بيناتهم زائد 180 إذا كانت أكبر 180 بتطرح 360 السؤال الأخير قال لك النقاط كانت 3000 نورث 1500 إيست كمل فشو بتعمل أنت بعد ما صححت اللاتريال تجمعها على 3000 بعد ما طرح بعد ما طلعت الديبارشر تجمع 1500 تجمع يا بتطرح حسب اشاره الديبارشر اللي عندها اللي بعدها القيمه اللي طلعتها هي بتجمع يا بتطرح خلص شابتر 6 طيب الماده ما ضل فيها اي شيء ماده كثير بسيطه اذا انت فهمت شابتر 6 مزبوط انت خلصت كثير من الماده شابتر 8 و 9 برضو بسيطين شوي بس شابتر 8 شوي صعب ان شاء الله انه تركزوا بشابتر 8 كابتر 9 هذا ركزتوا فيهم والفيديوهات اللي نازلين فهمتوهم ضمنك الفول فاين يعطيكم ألف